محامية زهراء الوطني، يعطيكم العافية. راح أركز على الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية اليوم لإيصال النائب الصح والكفء والنائب الحق لابد أن تكون إرادة سليمة، إرادة خالية من الفساد في الإرادة الشعبية نفسها. شلون؟ يعني أنا اليوم أي مرشح يقوم بعمل مثلا تجمع عشان برشة، تجمع عشان طلعات معينة، أو عمرة أدفع لك فلوس عشان أوديك العمرة، أو مبالغ تدفع تحت الطاولة عشان أنت تصوت إلي، هذا المرشح اللي يبيعك ويشتريك لما يوصل إلى قبة البرلمان هو من سيبيعك. فلماذا سؤالي، لماذا الناس تسترخص نفسها؟ صح. وقد أعزها القانون وأعزها الدستور وأعزها الإسلام، ليش الشعب رقبته تصير بيد إنسان غير كفء راح يوصل وراح يبيعها؟ هذه مداخلتي، شكرا لكم.